كيف تفقر شعباً في 15 عاماً؟ وكيف تحشر بلداً غنياً في خانة العوز؟ وكيف تصنع بلداً فاشلاً وتغرقه بدين تجاوز 160 مليار دولار؟ إليك السيناريو. بدايةً تحتاج إلى فاسدين يتفننون بالسرقة، يتلونون حسب حاجتهم. إذا أراد الشعب مدنياً كانوا أولهم، وإذا أراد إسلامياً فهذا ملعبهم. بعد ذلك تمهد لهم الطريق للوصول إلى السلطة. هنا تبدأ حفلة توزيع المناصب، ثم البحث عن المغانم. أول شيء يقومون به التنقيب عن المال، فالمال مفتاح لأي سلطة. يصممون ميزانية الدولة على مقاس رغباتهم في السرقة. يعين أحدهم الآخر على نهب المال العام. يسمونهم السيد 10%، الحاج 18%، الشايب 20%، الراس 50%. وفي منتصف الحفلة يبدأ تقطيع الكعكة. هذه لي، وهذه لك، وتلك لأولئك. مهلا. ماذا عن الشعب؟ أغرقوه بالأوهام، حركوا نوازعه الدينية، أشعل حرباً طائفية. أقول لك لو أقول لك، هذا دخن لو دخن. وإذا فشلنا، جدوا لهم وظائف، عينوهم، تعاقدوا معهم، املأوا المؤسسات بهم، وجهوا بنادقكم نحو التعليم حتى ننتج جيلاً أمياً. إذا قلت له اكتب، كتب شكراً بالنون. وإذا تنبهوا إلينا، شتتوهم، جدوا لهم مشكلات جديدة وماطلوا في إيجاد حلول لها. وإذا لم يجد هذا نفعاً، نتفنن في خلق مشروعات، ولكن احرصوا على ألا تخرج من الورق. الخلاصة، جوعهم يتبعك، وفي نهاية الحفلة بات العراق فقيراً.